السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري. خلال بحوثنا التي توصلنا إليها منذ عام 2007 عندما اكتشفنا الماء الساخن أنه علاج، لذلك لم نتوقف عند هذا بل أردنا أن نكتشف ما يحمل من كثير من الأسرار لهذه النعمة الربانية. فبالتالي الصحة الجسدية أي خلو الجسم من الأمراض، واحد. ثانية تفادي الإصابة، التشوهات الخلقية فيما يتعلق مثل الإصابة، مثل وليس التشوهات الخلقية بالتحديد، بل بالتحديد أي البدانة، أي يعني زيادة غير طبيعية في جسم الإنسان من حيث الوزن، فإذا زاد عن لازم فهذا غير طبيعي. فبالتالي عموما الصحة الجسدية هو خلو من الأمراض، التمتع بجميع فحوصات طبية عندما تعمل فحوصات طبية خاليا كليا، كل أعضاء الجسم تعمل بشكل سليم، الهيموغلوبين، السكر، ضغط الدم يكون متوسط، يعني كل فحوصات تكون دقيقة جدا جدا، يعني الجسم يعمل بشكل سليم جدا خاليا من الأمراض وخاليا من الالتهابات، وكذلك في متوسط وزن الجسم. فكيف للماء الساخن علاقة في هذا؟ جسم الإنسان كما طبعا اكتشف العالم الأمريكي الذي أسس أوستوباتيك ميديسين أو الطب التقويمي. طب التقويم عندما اكتشف هذا العالم في القرن 19 ستيل، اكتشف عندما فقد 3 من أولاده، فهو كان طبيب مشهور جراح، لكن فشل أن يعالج أولاده، ففقد 3 من أولاده من جراء إصاباتهم بالأمراض، وبالتالي فقد الأمل عندما اكتشف بأن فعلا ليس العلاج من الأمراض ليس اعتماد على ما صنعه الإنسان من الأدوية، فبالتالي اعترف أن الأدوية فشلت أن تنقذ حياة أولادهم 3، توقعوا بهذا الصدمة، هذه الصدمة قوية. بالتالي انتقل إلى بحث عن دراسة عن جسم الإنسان، وتوصل من خلال بحثه بأن جسم الإنسان هو يعني principles of osteopathic medicine أو العناصر الأساسية للطب التقويم. فاكتشف بأن جسم الإنسان هو الجسم، الجسد يعني الجسم الإنسان هو هي ماكينة، يعني الجسم لها علاقة بالجوانب الأخرى، أي جانب الروحي، جانب النفسي، وجانب العقلي، فمتصل بعضه البعض، واحد. ثانية الجسم يتمتع، جسم الإنسان يتمتع بقدرات هائلة للوقاية من الأمراض والعلاج من الأمراض، يعني خلو من الأمراض، وأيضا صيانة لجسم متكامل. هذا من ضمن أساسيات الطب التقويم. وكذلك توماس أديسون، هذا كان طبعاً عالم مشهور والذي اكتشف اللمبة وغير من اكتشافات، أكثر من 500 اكتشاف علمي، هذا كان عالم مشهور جداً، فكان يتحدث بأن الطبيب المستقبل لن يستخدم الأدوية الكيماوية، بل راح يعتمد اعتناء على المريض من حيث بعيداً عن الاستخدام الأدوية، ومن خلال العناية للمريض، واحد. ثانية من خلال أيضا ممارسة الرياضة وتنظيم النظام الغذائي السليم، هذا هو الطبيب المستقبل. فبالتالي وكذلك وبالتالي أيضا لما نرجع للأمريكان هوليستيك هيلث أسوسيشن من أساسيات يعني ونحن عضو فيها بجمعية الأمريكية للصحة الشمولية، ف وجدوا العلماء بأن جسم الإنسان يتكون من 4 جوانب صحية، فإذا جانب واحد تأثر النظام كامل يتأثر، فجانب الجسدي يعني الأمراض تقع في جانب الجسدي، البدانة جانب الجسدي، ثم جانب آخر هو جانب النفسي، ثم الجانب العقلي، ثم الجانب الروحي. بالتالي وجدنا بأن الماء الساخن هو وقود،
ما يتوفر من العناصر الأربع الأساسية للتغذية الجسم بالكامل. يعني لو أي دراسة نعملها في الطب البيولوجي فيما يتعلق بالطب البشري، كل شيء درسنا من الخلايا من الأعضاء من كل شيء نجد، حتى النظام متكامل، نجد أن هذه أربع عناصر يعتمد جسم الإنسان من الدرجة الأولى كوقود. فهذه مكونات أساسية في الماء الساخن، أي الماء، الطاقة، الأكسجين والهيدروجين. هذه أربعة مكونات أساسية تعتبر هي الوقود الأساسي لتغذية الخلايا وبناء جسم سليم، جسم يتمتع بالصحة الشمولية شاملة كما أسلفنا ذكر مرة أخرى، الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الصحة العقلية والصحة الروحية. الحلقة هذه التي نركز فيها كيف لدور العلاج بالماء الساخن وعلاقته بالصحة الجسدية كما أسلفنا، أي خلو من الأمراض، الوقاية من الأمراض، العلاج من الأمراض عندما تكون مصاب بمرض معين، كيف لدور الماء الساخن مهما كان هذا نوع المرض، وأيضا البدانة. وهناك حلقة مستقلة خصصنا بنبذة مختصرة عن كيف لدور الماء الساخن، العلاج بالماء الساخن والبدانة، أي يعني تنظيم والوزن، تخفيف من زيادة الوزن، تخلص من السمن الزائد وكذلك المسبب للبدانة. هذا كلها هي كانت نحاول نركز فيها كيف لدور العلاج بالماء الساخن. طيب بالصحة الجسدية ناخذ سبيل المثال، اي شيء درسناه في الطب البيولوجي وجدنا هذه العناصر هي مكونات الاساسيه. سبيل المثال كريات الدم البيضاء، هي كما هي وظيفتها موجوده، طبعا هي موجوده في الدم، وظيفتها ان هي تبتلع اي اجسام غريبه تدخل جسمه وقد تعرض جسمه للاصابه بالتهاب او مرض. سبيل المثال الكبد، الكبد هو معروف بأن يصف الجسم من السموم، أي سموم من الجسم، أي نفايات ناتجة من التمثيل الغذائي، السموم من البيئة، من المواد الحافظة هي طبعا مواد كيماوية موجودة في الأطعمة للحفاظ، ضمان حفاظ بقاء الأطعمة لفترة طويلة، بس هذه كيماويات تضرنا. وطبعا الذين يستخدمون الأدوية، هذه أدوية هي جانب واحد تنفع لكن جانب آخر تترك وجود هذه الكيماويات تضر في الكبد من الدرجة الأولى، وكذلك بقية أعضاء الجسم. تالي الكبد وظيف، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، أي أحسن خلقه كما أسلفنا، تقويم أربع جوانب، التقويم الجسدي، التقويم النفسي، التقويم الذهني أو الروح العقلي، وثم التقويم الروحي. فبالتالي يعني سبيل المثال الكبد، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ونعم عليه بالكبد، ومن ثم في الكبد من أي جل حماية، ماذا هو الذي يحمي الكبد؟ يعني الكبد يحمينا من السموم، طب ايش هو يحمي الكبد؟ سبحان الله، الهيدروجين. فاكتشف سبيل علماء ومن بينهم العالم الابرز المشهير البرت زينت جورجي من هنغاريا، امريكي، عالم امريكي من اصل هنغاريا، الذي عندما انتقل الى الولايات المتحده الامريكيه لانه اعلن عليه بالاعدام، حكم عليه باعدام من هتلر في الحرب العالميه الثانيه، وبالتالي طبعا كان علماء يعدمون في اوروبا، وبالتالي هرب وانتقل الى الولايات المتحده الامريكيه. كان عالم مشهور جدا، والذي اكتشف فيتامين جيم. هذا العالم البرت زينت جورجي عندما عمل دراسة عن جسم الإنسان اكتشف بأن الجسم من بين دراساته العميقة اكتشف فوائد عظيمة جدا للهيدروجين، مع منها بأن الهيدروجين هي المادة الأقوى المضادة للسموم، وأيضا أن جسم الإنسان يكون أحواض هيدروجينية، هذه أحواض هيدروجينية متواجدة في أعضاء مختلفة وأكبر حجما في الكبد. يعني الكبد يحتوي على أكبر كمية من الهيدروجين،
ومن ثم عندك القلب ورئتين ثم الكليتين ثم الطحال. الطحال يحتوي على أصغر كمية من الهيدروجين. طيب لماذا؟ لأن وجود الهيدروجين في الكبد يجعل الكبد يؤدي دور فعال في عملية تصفية جسمه من السموم. سبحان الله، هذه نعمة ربانية أنعم الله تعالى على الإنسان بمجرد نفخ من روحه ومجرد فتكون سائل بداخل رحم الأم وهو ماء، يعني نسبة الماء فيه 99% ماء، يعني ماء صافي سبحان الله. وارتفعت حرارته بقدرة طبعا إلهية، ارتفع دون وجود أي عنصر داخل بشري، دون وجود تداخل بشري، ارتفع حرارته إلى 37.5 درجة مئوية، وهي درجة أعلى من الدرجة الطبيعية للأم. سبحان الله، يعني شيء عجيب جدا، هذا شيء عظيم، قدرة إلهية. يعني علماء حتى ما يستطيعون يتوصل كيف ما هو هذه العملية تتم، لكن ما يتوصلون من الذي يتحكم بهذا. الخالق العظيم الذي خلقنا ونفخ من روحي إليك، الله أكبر. طيب الآن هذا الهيدروجين، عفوا الهيدروجين يعني مجرد يعني في سائل الرحم كما أسلفنا ذكر اللي هو ماء صافي، من ثم ارتفع حرارته يعني إلى 37.5 درجة مئوية، وبمعروف جسم الإنسان في الحالة الطبيعية 36.5. طيب هذا الماء سائل الأمنيوسي، الماء بحيث يتحول ماء إلى ماء ساخن كما أسلفنا، أعلى من درجة حرارة جسم الأم كما ارتأينا في بحثنا. طوال فترة حمل الأم جسم الأم يعني يكون ساخنا جدا، وارتأينا أن أكثر حرارة أكثر من حرارة لهذا سائل الرحم، سائل الأمنيوسي. لماذا؟ للحفاظ على بقاء هذا الماء الساخن في رحم الأم، يبقى ساخنا طوال فترة نمو الجنين، يعني 24 ساعة خلال طوال فترة 9 أشهر من نمو الجنين. سبحان الله، ومن خلال ذلك تكون هذا الهيدروجين. ذلك وجد هذا العالم الشهير بأن جسم الإنسان مع تقدم في السن فهو يفقد الهيدروجين. طيب هذا شيء عجيب جدا، يعني عظيم، هذه معجزة إلهية. طيب في بحثنا أردنا نعلم، طيب إذا كان جسم الإنسان هو يعني ما كلما كان أصغر، يعني الطفل عندما تولد فعنده أحواض هيدروجين امتلت بالكامل، مع تقدم في السن فقد الهيدروجين. وجدنا أن الهيدروجين لا يوجد مجال في الحصول على هيدروجين أو الحفاظ على هيدروجين إلا من خلال الماء الساخن. سبحان الله، عفواً، إلا من خلال الماء الساخن. طبعاً في حلقة نوضح فيها كيف نحصل على هيدروجين من خلال الماء الساخن، بينما الهيدروجين الذي نحصل عليه من التمثيل الغذائي لعملية هضم الطعيمة نسبة ضئيلة جداً جداً جداً، ومن البيئة ضئيلة جداً جداً جداً، لأن في البيئة الهواء الذي استنشقها يعني 21% والباقي نيتروجين، نسبة أقل من 1% هو الهيدروجين، إذا غير كافي. بالتالي وجدوا بأن الإنسان مع التقدم في السن يستنزف من الهيدروجين، لكن مع وجود الحياة العصرية، البيئات والكيماويات، التضرر طبعا التضرر البيئة يعني، وكثير من المواد الحافظة في الأطعمة لبقاء هذه الأطعمة لفترة طويلة، لكن هذه كيماويات لها ضرر كبير جدا الجسم. وأيضا الناس الذين يستخدمون الأدوية، نحن ما نستخدم الأدوية حتى الآن 9 سنوات الحمد لله مع الأسرة، ونسعد من الجميع لا يستخدم الأدوية إلا الحالات الطارئة جدا، وهذا آخر خيار. يعني يبقى من الدرجة الأولى أن نراعي أهمية ما أنعمنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة الربانية، كيف نحافظ على أجسامنا من خلال تغذية الجسم بالوقود، هذه العناصر الأساسية للوقود من أجل كل خلية كل شيء في الجسم يعمل بشكل سليم. طيب وبالتالي يعني هذا السائل الأمنيوسي هو الذي من خلال هناك طبعا بقاء الهيدروجين، وبالتالي عندما تولد الطفل فعنده أحواض هيدروجين امتلأ بالكامل، مع تقدم في السن يفقد، إلا شيء واحد، أن يحافظ على الماء الساخن. لذلك نصحنا بأن الأمهات الحوامل لابد أن يشربون الماء الساخن، يواظبن على
على برنامج صحي والعلاجين للماء الساخن وطريقة تناول الماء الساخن وطبعا أساليب أخرى للماء الساخن. ثانية حتى الطفل مع وقت الولادة نعم يعني يقدم له ماء ساخن وفي طريقة شرحه لذلك بدرجة حرارة تقريبا 40 درجة مئوية. مع أيضا كل الأعمار يعني نحط منذ الولادة طيب، لكن حرارتي اختلف مع سن المراهقة من يبدأ يبالغ تقريبا 15 14 15 16 هناك درجة حرارة تبدأ تكون تقريبا 50 يعني أقل من ذلك هو تقريبا 40 درجة مئوية لدى نقول الأطفال. لدى كبار من 14 15 16 وما فوق يكون 50 درجة مئوية طبعا في طريقة مقياس لحد درجة الحرارة. وبالتالي المواظبة هذا مهم جدا جدا من أجل اكتشفنا بأن الماء الساخن هو العنصر الوحيد للتغذية وقود جسمه، يعني وقود الجسم، الجسم يحتاج إلى وقود، جسمه كأنه ماكينة كأنه سيارة، سيارة حتى لو اشتريت سيارة جديدة لكن إذا لا تحافظ على صيانتها بشكل سليم من أو لا تستخدم الوقود السليم مثل سيارة يعني وقود مثل تستخدم ديزل وهو نوع آخر بالتالي ممكن يضر في الماكينة تحترق. إذا لا تضع لا يوجد ماي في الراديتر بيضطر، بالتالي الصيانة متداولة حتى لو مهما كانت قيمة السيارة. هكذا جسم الإنسان وقود جسمه، هذه وقود الطبيعية وليس من صنيع الإنسان، هذه نعمة ربانية أنا الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يحافظ على هذه الوقود، تبقى للحفاظ على كل نظام هيكل البيولوجي والجيني والسيكولوجي لجسم الإنسان في جميع جوانب صحة الإنسان الجسدية والنفسية والعقلية والروحية. بالتالي كتركيزنا في الجانب الجسدي هذا كله طبعا هي يعني نبذة فقط نعطي مختصر عن أهمية العلاج بالماء الساخن في الصحة الجسدية. وطبعا عن البدانة حلقة مختلفة، كيف لأن البدانة هي تقع ضمن الصحة الجسدية كما أسلفنا الذكر قبل ذلك. هذا هو كان مختصر بالتالي الحفاظ على البرنامج الصحي والعلاجي للماء الساخن هو العنصر الأساسي والمصدر الأساسي من أجل بقائك صحية بعيد عن الأمراض والوقاية من الأمراض والعلاج من عند الإصابة بأمراض مهما كان نوعية المرض. فحتى لذلك مهما كان وجود أماءات الأمراض نحن لا نستطيع أن ندرس كل الأمراض، لكن نحاول نجتهد واجتهدنا كثيرا. يعني ممكن أعطي حلقة، وهناك حلقة قدمنا مختصرة عن مثل الماء الساخن، علاج بالماء الساخن ومرض السكري، يعني سبحان الله. بالتالي مثل السرطان، الماء الساخن وعلاقته بمرض السرطان وأمراض أخرى، بالتالي كل هذا وجود مهم. جسم الإنسان كيف يحافظ على صحته، خلو من الأمراض وصيانتها بالكامل والحفاظ وعلاج العلاج من عند الإصابة بمرض معين من خلال العلاج بالماء الساخن. هذا هو فقط كانت حلقة مختصرة دور الماء الساخن وعلاقته في الصحة الجسدية. وبارك الله فيكم، نسأل الله تعالى الصحة الوفيرة لكم ولأعزائكم، وتنعمون جميعا بصحة وفيرة، صحة شاملة. نرجو منكم سجلوا في قناتنا اليوتيوب الواردة أمامكم، وإن هناك طبعا أيضا بسهولة من خلال موقعنا الإلكتروني ممكن طبعا، وهناك خانة لليوتيوب مجرد تفرز الخانة توصلك إلى قناة اليوتيوب. نسأل الله تعالى التوفيق لكم ولأعزائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.